السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واحمد كوجك وزير الماليه لمتابعه مؤشرات الاداء المالي للموازنه العامه وجهود الحكومه لتحقيق التوازن المالي. تمام، وكمان معنا خبر تاني ليه علاقه بالعلاقات المصريه الصينيه. معالي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيجتمع امبارح في العاصمه الاداريه الجديده مع رئيس الهيئه الصينيه ل التنظيم المالي وكمان مع سفير الصيني في القاهرة والوفد المرافق لهما. مصطفى مدبولي بيشيد بالمشروعات اللي بيتم تنفيذها ما بين البلدين. خلونا نروح نشوف تقرير مفصل عن الأخبار النهاردة. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امبارح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجك وزير المالية، وتابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية اللي تم الإعلان عنها مؤخراً. كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل بما يحقق تحسن في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وأيضاً العمل اللي بتقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية. وقد وجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل اللي بيهدف لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية. ده بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بلي يونس رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي والياو لي تشيانغ سفير الصين لدى القاهرة والوفد المرافق ليهم اللي ضم عدد من المسؤولين بالهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومسؤولي السفارة الصينية في مصر. وثمن الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات اللي بيتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وأبرزها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وأبراج مدينة العالمين الجديدة والقطار الكهربائي الخفيف. كذلك تم التطرق إلى الحديث عن منطقة تيدا الصناعية الصينية القائمة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيداً بما حققته المنطقة من تطور كبير في القطاع الصناعي ووصفها بالنموذج الناجح، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات الصينية. امبارح نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وده بحضور كل من الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، رئيس المجلس القومي للسكان، وعدد من ممثلي الجهات المعنية رفيعي المستوى. الهدف من الاستراتيجية الوطنية للسكان ليس فقط تحقيق نتائج رقمية تعبر عن تنفيذ الاستراتيجية كإجراءات تتم على أرض الواقع، ولكن هناك أيضاً مستهدف مهم وهو تحسين الخصائص السكانية ودعم الاقتصاد وخطط التنمية وتوفير حجم ضخم من النفقات، حيث أنه في المتوسط كل دولار بينفق في تنفيذ الاستراتيجية بيوفر 155 دولار من الإنفاق على الخدمات والمرافق، خاصة وأن مصر في الترتيب الـ14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان والزيادة السكانية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني، نفذت المنطقة الشمالية العسكرية المرحلة الثالثة من حملة بلدك معاك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات اللي بتقع بنطاق المسؤولية. تضمنت المرحلة الثالثة من الحملة توزيع عدد 1000 شنطة مدرسية بكافة مستلزماتها الدراسية على طلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظات نطاق المسؤولية للمنطقة الشمالية العسكرية، وده بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.